بمناسبة عيد المولد النبوي الخميس 12 ربيع الأول 1442 للهجرة الموافق 29/10/2020. عذرا رسول الله هزت شغاف قلبي وحركت وجداني، فهل يخبو خجلا أتى من أعماق قلب عاشق والهاني؟ عذرا رسول الله أقولها بكل ساعة ودقائق وبكل ثواني، لا لجرأتهم وبغيهم وظلمهم أو لرسم يد أو خط بناني، وإنما لتقصيرنا لرسم حقيقة وصفك في أذهانهم بكل بياني. أأنت بحاجة أقزام مثلنا ينافحون ويدافعون في الميدان؟ وقد كفاك الله شر كل مستهزئ وكافر ومتكبر ومشاني. لو عملنا بهديك لعمي الكاذبون وخذلت قلوبهم ووقرت منهم الآذان. ولشفى رحيق هديك كل من نشد الهداية وكل مريض متعب حيران. فبك تضاء دروب الغافلين كما تضاء دروب كل عالم رباني. كنور أنجم شقت ظلام كون دامس لا يجتمع عليه في الخلاف اثنان. هديك باقات نور نمت به جنات وبساتين طلعها قنواني. لا يطالها متحذلق ومنافق وجاهل ومعاد بأي زمان. هم يعرفون رفيع قدرك كما يعرف علو قدرك الثقلان. فلو تحولوا لكناسين ينثرون غبارهم ومن خلفهم رياح في سائر البلدان، فلن يصلك غبارهم فكيف تصل إلى قمم الجبال أوحل الوديان؟ تداعوا علينا يأكلون كمعدم شرس نهم جائع فجعان. لا لقلة فينا ولكن لحب دنيا وتخلي عن منهج ربنا الرحمن. عذرا رسول الله عل صوتي يسمع كسولا أو جاهلا أو يائسا حيران. عذرا رسول الله أقولها كي توقظ قلب كل مهمل متغافل نعساني. عذرا رسول الله علها تضيء قلوبنا وتسقط عنا أحزاننا وهون زماني. عذرا رسول الله بقلبي وعقلي وجوارحي وبيدي ولساني. عذرا رسول الله قبلا وبعدا وعلى مدى الدهور والأزمان. وأهدي إليك صلاة الله وسلامه عسى بسرها أهداني. قوموا لدينكم كما ارتضاه نبيكم بعقول وقلوب ملؤها الرحمة والإيمان.